بسم الله الرحمن الرحيم. طلب مني قراءة كتاب رواية ست شامية، وفيه نظرية لم تكتب. اختصارا للوقت سأقرأ أو سأبدأ في القراءة حتى لا تمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أكتوبر 2018، ذهبت إلى مصر. ذهبت بعد أن توفت والدتي، ذهبت بعد أن تقاعدت، ذهبت بعد أن استأذنت والدي الدكتور صاحب نظرية الوطن والمواطن. يقول فيها هناك كفتي ميزان، الكفة اليمنى هي الوطن، صاحب نظرية الوطن والمواطن. يقول فيها هناك كفتي ميزان، الكفة اليمنى هي الوطن وكفة أخرى هي المواطن. ذهبت إلى مصر بعد أن استأذنت من صاحب النظرية وصاحب الفضل، ليس علي فقط ولكن على جيلي. فهو والدي ورباني. أقول رباني لأن من رباه رباني، لا بل من رباه رب أخواني وأمي. أمي قد ماتت وصاحب النظرية استأذنت منه، وأنا أريد أن أستأذن من صاحبة الرواية. أكتوبر 1996، ذهبت إلى أمريكا. تربيت في بيت ست شامية، في مبيت ست شامية لجدة، ترأف بي أحن علي من أبي، مشى أبي يوما إلي مشية المؤنب، غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضرب، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي ويلك. ألم تكن تفعل ما يفعل إذ أنت صبي؟ أكتوبر 1960، جئت إلى الحيوان. كلمتني ست شامية وسمعتها: أي بني، عمرك ناهز العامين، رب العالمين أذن لك المجيء للحيوان، والدار الآخرة هي الحيوان. مبيتي تعيش فيه، تغادرني تطلب علما لم يطلبه إنس ولا جان. قالت: لا تسألني عن شيء قبل الأوان. سألتها قبل ما الدار الآخرة؟ قالت: بعد دار الدنيا دار آخرة. قلت: متى هي دار الحيوان؟ أكتوبر 1960، جئت إلى الحيوان. كلمتني ست شامية وسمعتها: قالت: تسألني عن دار الحيوان متى هي؟ قالت: دار الدنيا تؤلف ولا تؤلفان منذ ولادة النبي العدنان. قلت: أين نكون؟ قالت: تحت الثرى. قلت: وما الثرى؟ قالت: غبار في هواء ذرى،
كان عمري في الدنيا عامين. أكتوبر 1960 جئت إلى الحيوان، كلمتني ست شامية وسمعتها، عشت معاها عامين فأربع، فعلمتني الأسماء كلها، تعلمتها، الهواء والماء والغذاء والكساء، هذه أربعة كفة ميزان الأوطان. قلت لها كل ميزان له كفتان، قالت صدقت وله لسان، إذا توسط تساوت الكفتان، إذا توسط تساوت الكفتان، ضع في كل كفة اثنان. أكتوبر 1960 جئت إلى الحيوان، كلمتني ست شامية وسمعتها، عشت معاها عامان، عشت معاها عامين فأربع، فعلمتني، هناك نبي رابع سلالة أنبياء لا يعلم تأويلها إلا رب السماء، التأويل وقت الحدوث والانتهاء، لا تفسير كلام ربنا منع ولا ادعاء. رأى يوسف عليه سلام الله رؤيا، قالها لنبي الله والده، رأيت رؤيا، يعقوب عليه السلام. رأى يوسف عليه السلام سلام الله رؤيا، قالها لنبي الله والده، رأيت رؤيا، يعقوب عليه السلام. يا بني اسمع كلام، علمني ربي علام، الغيوب الغيوب من الزمان، علمني ربي علام، الغيوب من الزمان، لا تفصح لإخوتك كلام، فالحسد شر الملام، فالحسد شر الملام، انتهى يا بني الكلام. أكتوبر 1960 جئت إلى الحيوان، رأى ملك الزمان، قالوا له أضغاط أحلام. يوسف عليه السلام، يا صاحب السجن سلام، من السجن إلى ربك، يا صاحب السجن سلام من السجن إلى ربك، تسقيه خمرا، هذا تأويل الأحلام، هذا تأويل الأحلام. انتهى يا صاحب السجن الكلام، انتهى يا صاحبي السجن الكلام. قال عند يوسف تأويل الأحلام، قال يوسف، قال عند يوسف تأويل الأحلام، قال يوسف أنا قوي أمين، قال يوسف أنا قوي أمين، اجعلني على خزائن الأرض سنين، اجعلني على خزائن الأرض سنين، 28 عجاف من السنين. كان تأويل رؤياه وأباه حزين، رد الله له بصره بعد حين، رائحة قميص، رائحة قميص وقد قميص، وجاء أخوة له بقميص، سجدوا له كواكب وشمس وقمر، سجدوا له كواكب وشمس وقمر مجاورين، فيا فخر ذلك القميص. أكتوبر 1960 جئت إلى الحيوان، سجدوا له كواكب وشمس وقمر مجاورين، مجاورين، فيا فخر ذلك القميص، كان رداء فاخرا فيه لباس التقوى، كان رداء فاخرا فيه لباس التقوى، فيا فخر ذاك القميص.
لباس التقوى خيرا ليس شرا، ليس فسادا بل قوي أمين. هكذا دفع الناس بعضهم ببعض، هكذا دفع الناس بعضهم ببعض، ليس دفع بعضهم لبعض، ليس دفع بعضهم لبعض، ليس لهم من الأمر شيء. أكتوبر 1960 جئت إلى الحيوان، أرادت ست شامية أن تفهمني ليس الحيوان حيوان ولا الإنسان، بل الدار الآخرة هي الحيوان، كما أن قبله يوضع الميزان، ولكل ميزان كفتان ولسان، كما للإنسان شفتان ولسان، وخمسة هي عينين ولسانا وشفتين، ومن كل شيء زوجين. انتهى التسجيل من رواية، وفي الكتاب الصوتي والقراءة، انتهت القراءة للمشهد الثاني